فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد كان نبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الدين، وبيّن لنا التوحيد، وبيّن لنا العقيدة. والعقيدة العلماء قالوا أن تؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأن الله موجود، وأنه هو خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. ودي ما غالت فوق المشركين كثير، ما غالت فوق، عرفتها؟ عشان كده الناس الأنكروا إنه الله ماف بساط جدا من الناس ومن البشر. ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والنمرود ابن كنعان لما ناظر إبراهيم عليه السلام في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. موضوع اتحسم، ما في غلات كثير. الأعرابي قال ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، بحار تمخر وأرض تزخر، وأرحام تدفع وأرض تبلع، البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ وجود الله ظاهر، ما زال بيقدر يدافع وينكره. ده الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. الربوبية معناه شنو؟ معناه ربنا خالقك، رازقك، مالك أمرك، بيصرف أمورك، الخزائن بيده. قال العلماء: وهو توحيد الله بأفعاله. ربنا خالق، ربنا رازق، ربنا يحيي، وربنا يميت. والمشركين الأوائل ما كان عندهم مشكلة في الموضوع ده. يعني لو سألت أبو جهل وأبو لهب: هل خلقك منه؟ يقول لك: والله خلقني الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مشرك وكافر أبو جهل، تقول له: هذول خلقك منه؟ يقول لك: خلقني الله. البد الجنة منه؟ يقول لك: الجنة بدي والله. البلحقك في الشدائد منه؟ يقول لك: بلحقني الله. كلام ده كله في القرآن. ربنا قال في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض. البرزقك منه؟ انت عارف أبو جهل لو جلل المجتمعات السودانية دي إلا من رحم الله، والله يكفت ناس كتار، يقول لهم: شغلتكم دين، احنا ذاته ما حصلنا. يقول له: هذا هو الرزق عند الله، انت بليد ولا شنو؟ أبو جهل ذاته، ما ده القرآن ولا الآية دي؟ نقوم نعمل شوربة نشربها زي ما بيعملوا الآن. ربنا قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق ده حق منه؟ أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، يعني يصرف الأمر. ربنا قال: فسيقولون. سيقولون ديل ما الصحابة، سيقولون ديل ناس أبو لهب وناس أبو جهل وناس عقبة ابن أبي معيط، الكفار ذاتهم بيقولوا لك: الله اللي بيصرف الأمور دي. قل أفلا تتقون. ربنا قال هناك في سورة المؤمنين: قل لمن الأرض ومن فيها. الواطدي والفيا حق منه؟ ربنا قال: سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ربنا قال: سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، مالك الملك، الماسك الملك فوق وتحت منه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير
ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يجير ولا يجار عليه زي الزول لما يجيك انت ضيف في الحلة بتاعتكم يقولك يا زول فلان ده ما تسأله زول ده ضيفي، ما بزول يزاله زول ده ضيفي، عندك معاه حاجة تعال لي أنا. ربنا سبحانه وتعالى ما في زول بيقول له يا رأى الله ده عذبه وده ما تعذبه، ده أمرضه وده ما تمرضه، ده أشفيه وده ما تشفيه، ده أرفعه وده ما ترفعه، ده ذله وده عزه، ما في زول بيقول له. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دي كانت عقيدة الكفار الأوائل. الليلة نحن عندنا عقائد في السودان، الجنة بدي الشيخ، الرزق بدي الشيخ، المطر بدي الشيخ، ولا ما في يا دكاترة؟ أنا ما أعرف ديل بيقوا دكاترة كيف، عشان كده ما تتغشى يقول لك دكتور وجابوه في التلفزيون. تومان جيري بجيبوه وين؟ بجيبوه في التلفزيون. تقال يعني جابوه في التلفزيون حاجة يعني؟ عرفتها؟ دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية قال نحن بعض مرات لما المطر ما ينزل بنمشي للشيوخ، قال بندفع البياض، قال بدون المطر. شوف الكلام ده كيف. وربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون. شوف التحدي ده كيف. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الماء دي عند الله سبحانه وتعالى كويس. ده قال بعد مرات بنمشي للمشايخ بدون المطر. قال يجيك واحد وهابي يقول لك ما تزال الله، وطبعا ما في حاجة اسمها وهابي، فهمت؟ ده كله عبارة عن تشويه لصورة الحق، زي ما أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، فهمت؟ هذا ليه المقطع الداري اسمه موجود عند الشباب هنا، عرفتها؟ الكلام ده قالوا في المولد، جزاك الله خير كويس. قال يجيك واحد وهابي يقول لك ما تسأل الله، يعني عشان يديك مطر. قال أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. دي طرق يا أخواننا موجودة هنا. ولذلك يا أخواننا العقيدة دي الليلة الموجودة دي أشد من عقائد المشركين الأوائل. المشركين الأوائل ما كان عندهم مشكلة في الموضوع ده اللي هو توحيد الربوبية. طيب مشكلتهم وين؟ مشكلتهم إنهم قالوا يا أخواننا نحن عندنا معاصي وعندنا ذنوب كثيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى عنده أولياء صالحين، ونحن لو مشينا لله طوالي ربنا ما بيقبلنا لأنه ذنوبنا كثيرة. عشان كده نحن بنوسط بيننا وبين الله هؤلاء الصالحين. ده يهوذات الشرك. ربنا قال في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. عشان كده أنت لو بتشرب الخمر، لو بتقع في الزنا، لو بتسمع الأغاني، لو بتعق الوالدين، لو بتقع في غيره من المعاصي، ربنا سبحانه وتعالى ما جعل لك حجاب عشان يكون في واسطة يكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن تقعد تنادي لك فقير، عين يمين نادي بسكين، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجد. ده بيسأل الله بتين، يسأل الله بتين، وده اللي عندهم شنو مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. دون الله الرسل، دون الله الصالحين، دون الله الملائكة، دون الله الصحابة، دون الله الجن، دون الله البشر كلهم، دون الله كلهم اللي بيدعون من دون الله ديل. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. العلماء قالوا القطمير
هو القشرة البيضاء على نواة البلح. ربنا قال لك ما عنده ولا قشرة بيضاء في جنى البلح، ما عنده، ما بيملكها. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني لو قلت يا أبو يا الشيخ فلان، ربنا قال لك ما بيسمعك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيقدر يديك. ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لأنه إن أغشوا الناس في الدنيا يقول لي خش معانا في الطريقة، نحن إن شاء الله يوم القيامة كلنا إن شاء الله الشيخ بيضمن بضمانته. أنت ما سمعت بتاع طابت قال شنو؟ قال نحن جماعتنا يوم القيامة الصاقط بنمرره. أنت قال امتحان بتاع أحياء تمرره؟ ها؟ ربنا قال يوم لا تملك نفس لنفس شنو؟ شيئا، والأمر يومئذ لله. الكلام ده غشوا به كثير من خلق الله سبحانه وتعالى، إنه راجي الشيخ يمرق يوم القيامة. يا أخي إذا كان دعاء الرسل يوم القيامة اللهم سلم سلم، الرسل ذاتهم بيقولوا اللهم سلم سلم. يجيك شيخ يجي يقول لك أنا بمرقك وأبقى منهم وليهم وخلي الحمالة عليهم، ويوم الحلوق الكظم بقرون بجيش وتنظم، ها؟ ده ما كذب واستهتار واستخفاف بعقول الأمة، ما بتقدر تعمل. وما عندك حاجة يوم القيامة ولا قبل يوم القيامة، ما عندك أي حاجة. عشان كده أخواننا الإنسان ما يمش له ولا مخلوق يخاف منه، يقول له شوف لي الخيرة، يقول له أنا مسافر، يقول له أنا دار أتزوج، يقول له أنا دار الولد. بل بتلقى ناس واحد عامل فوق جامعي، جامعي زول قاري تلقاه عنده شهادات من الواطة تفوت السرير ذاته، دكتور وبروف وشهادات ثقيلة، تلقاه يدي القلم للفكيه عشان يعزم له عشان ينجح في الامتحان. يا زول التفاضل بتاع ثالثة ثانوي ده الفكيه لو جابوه بيسقط فوقه، الفكيه ذاته لو ربطته في الورقة وجمعتها في الشهادة السودانية بده زيرو، تجي تقول لي ينفعك؟ ولذلك اخواننا ده من المشاكل الكبيرة، انه نحن واصلين مكان المشركين الاوائل ذاته ما وصلوا. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك، يعني المشركين، دعوا الله مخلصين له الدين. المشرك كان لما يكون في اليابس وبرا في البر بيقوم يدعو الجماعة الصالحين بتاعينه ديل، لكن لما يخش البحر بيدعو الله براه في الشدة. الليلة يقول لك إنا بخب، يعني لما تجي مصيبة كبيرة في البلد، في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وربنا سبحانه وتعالى قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، اللي بيمرقكم من المشاكل بتاعت البر والبحر منه؟ الكلام ده للمشركين وهم مقرين بالكلام ده، انه ربنا بيمرقهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول والله ربنا لو مرقنا من دي والله طوالي نبقى على التوحيد. ربنا قال لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شوف الكلام ده كيف يقعوا تاني في الشرك. ولذلك أخواننا دي مصيبة كبيرة، الإنسان يخلص الدين لله. ربنا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما تعلق لك حجابات وحراسات، كلام كله باطل وكذب وسحر. واحد تلقاه يكتب لك، يكتب لك حجاب كله نجوم ومربعات، انت دار تحول رصيد؟ ها؟ ويقول لك يكتب لمن به حمى، كتب الان موجوده في المكتبات وعندها ارقام بتاعت ايداع وبياكلوا منها عيش، عيش بياكلوا منها، موسغه موجوده حقتهم ما يقدروا ينكروها ذاتهم. يقول لك يكتب لمن به حمى هذه الاسماء: شقش اثنين، شقموش اثنين، راعي المنخ اثنين، العجل اثنين، الساعه اثنين. يا خديل قال لك الملائكة ذاتهم بهرشوم. الصفحة 134 كتاب اسمه أزاهير الرياض بتاع طابة البيجايدة المدفون بيجايدة،
ده قبل ما نجي للكتاب قبل سنوات جريدة الدار قالت قبره طلع مويه، وسمعتوا بالكلام ده قبل كم سنة؟ طبعا في السودان ده مشكلة كبيرة، لو دار تنشر باطل تجي للجرائد الفارغة دي، فهمت؟ انشروا لك باطلك طوال. قالوا مرق مويه عندها ميزات، من هذه الميزات أن من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنا في طابة من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ده قال عنده شيخ اسمه عبد الله بعلوي، صفحة 134 كتاب أزهير الرياض. قال الزول ده عنده واحد مريد وكده وجاءه، موضوع طويل. المهم مريده ده مات ومشى في جنازته لغاية ما دفنوا في القبر، كويس تتبع جنازة الميت ده خير ما في مشكلة، لكن شوف الحصى شنو. قال بعد ذاك قعد في القبر بعد دفنوه وي حاجة وجيهو، الشيخ قعد في القبر بيسمع الجماعة. قال له الشيخ الحاصل شنو؟ قال إن مريدنا لما سأله الملكان فقال له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فنظر الملكان بعضهما إلى بعض، الكتاب ده اعترف به واحد اسمه يزيرك أسي مشى هناك، مشى أمريكا طفش في قناة النيل الأزرق، قال الكتاب ده حقنا التب ما فيه أي، قال كتاب بالإسناد كمان شرك بالإسناد. المهم قال الملكين سألوا قال له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فتعجب الملكان، قال ثم عاد عليه ثاني سألوه، قال فأعاد عليهما فقال له مرحبا بك وبشيخك، بعد ذاك يتخرج. يا ناس شوفوا الكلام ده كيف، وربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إنه في جوابين. الجواب الأول المؤمن بيقول شنو؟ ربي الله وديني الإسلام والرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الفاجر والكافر والمنافق يقول ها 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 لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شنو؟ في جوابين بس، ده جاب لك جواب تالي. يا أخواننا ربنا قال عن الملائكة لا يعصون الله شنو؟ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعدين الملائكة ما بيجي يقول لك يا حمودي كده قوم هاي كده عليك الله بس اكتب لنا هنا ربك منه، انت قال بيتكلم معاك كده؟ قال فيقعدانه بقعدوك بالرجالة وينتهرانه فيقولان له من ربك؟ امتحان عظيم. ولذلك يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال الامتحان ده في سورة الأعراف، ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا ملائكة الموت يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. هنا أنا ما بجيب لك أسماء، لكن هناك الملائكة بجيبوا أسماء، يزال بيقدر بيوقفهم هناك جوا القبر الملائكة بشيخك للزول اللي عنده فكيه يقول له وينو كنت بتنادي من دون الله؟ أين ما كنتم تدعون من دون الله وينو؟ لحق بعيد وبيضا واصلة، فهمت؟ وبلعمية ها وبيعماها في سماها، فهمت؟ وغيره وغيره وينهم؟ أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. في الدنيا هنا يقول لك هذول نحن السادة ونحن الجماعة ونحن اللي عندنا ولأكلنا الكسرة والسوينا، جوا جهنم في شنو؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، لما الأمة الأخيرة تحصل الأولى قالت أخراهم لأولاهم، آخر ناس منهم يخشوا النار بيتكلموا مع أول ناس خشوا النار وضلوهم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ربنا قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لغاية ما تشوف الناقة زوسة دخلها بيقى الدليبرة مرق بيقى. انت لو شفت الكلام ده ما طوالي يتذكر انه ريحة البنجو شميتها وين طوالي، معناها الشغلة دي ما طبيعية كويس. ربنا قال لو الناقة دي مرقت بخرم الإبرة ديل بيخشوا الجنة، ده تعليق مش بمستحيل ده فوق للمستحيل، جنة ما في.
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد. شوف العذاب ده كيف. ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز المبين إلى آخر الآيات. فعذاب عظيم للزول اللي بيضيع التوحيد ولا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. خلي أمورك كلها عند الله، لا بينفع غير الله، لا بضر غير الله، لا بيصرف فيك. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.